بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. مجلس كانوا مجلس كسدحات مجالس شرح يدل مركة كوبان دل مركة شرح كوبان كتابك تعليم المتعلم طريقة التعلم. هبين كانوا هبين السنين أي سوق ليس الله فيلا إن شاء الله تعالى إنه كوج شعبان نقضة كون أفر بقول سقال يسود أن جرد النبي جان عليه الصلاة والسلام. فعن كوسو جرني قف كطالب علمي جاء فصل ككوساب صنا في اختيار العلم والأستاذ والشريك والثبات عليه. وحان مريني وعلم حاد أقاته بأن الصبر صبرك وعلمك له صبره والثبات سجنان له سجنانا أصل وأصل كبير آدوين في جميع الأمور. وعلم حاضر قهت أن بأن الصبر الصبر كجودهان إيه والثبات سجنان لسجناده أصل وأصل كبير أدوين في جميع الأمور الرمها دمانتو سكست إيه وحكستات قبطة إن للصبر لنا سجناده وأصل أدوين. لذلك النبي جانا صلى الله عليه وآله وسلم حديث يا مسلم أوري أي النبي جانا حليه صلى الله عليه وآله وسلم مركو كور رمي الدجال دجال كا إيه كهر تجيسة إيه إيمان كا dad kala nabiga isagoo la dardaarma oo fidnadiisa in laga badbaado qofka uu muxuu ka digtoonaada nabigeena dardaarma ayaa wuxuu leeyahay alayhi salatu wasalam ala ya ibadallahi fathbutu adoomihi allaw sugnada ayuu nabigeena sallallahu alayhi wa sallam ninkaas balada uu wata. Marka sabarka iyo sugnaanta labadaba gooni kuma cilmiga laakiin waa asal wax kasto wanaagsan iyo wax kasto meel in laga gaaro la rabo loo baahan yahay qofkii in laga helo wayan. ولكنه صبر كازي سجنانتا عزيز ووحد وير إلا هلو نادر ويان كما قيل سيد الويري لكل إلى شاو العلا حركات ولكن عزيز في الرجال ثبات لكل قفل أركا ودتك كمدة إلى شاو العلا ماشى سرى قارتان كذا يؤبوذتان كذا حركات رغضاق يوصميني وميل سرى قفل كستينو قار يدوني مركو دونانا دي حركات رغضاق وكو لها أي سمينا يا ولكن وكل يقول له بيه عزيز وحاد وير أو إن لها لأي لب بنتهاي في الرجال رجع ثبات ثبات سجنا شل سجنا ذو محوها إسكوديتان كي سجى إن لغو سجنا لغو سجنا ذو أي رجع كوير أي نينك عليه هاي رحمه الله. قيل وحالي لي الشجاعة جيسني ماذا وصبر ساعة ساعد أو لا أتكي استويان ساس ومثل سائر هو صعدة مثل كاس سيد عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه أيان لم لا يراه بني عبس بني عبس وآد لغية قن من كري عربدها وآد لغية قن جيسني ماذا إيش شجاع هذا أي وحوي دي مش شجاع جيسني ماذا محيطاي ساسوي دي مركز وحيرة الشجاعة صبر ساعة جيسني ماذا وإن إني رلعت كيستون أنت أنت ويان ساس يكو يراه المركب وحون أقضي مثل سائر ويان. قيل وحال الشجاعة جيسني ماذا صبر ساعة ويان ساعد الله أتكيسته هي مدة الله أتكيسته ويان. فينبغي وحاهبون لطالب العلم قفك طالب علمك أن يثبت إنه سجناده أو يصبر أو كسبره على أستاذ هل معلن وعلى كتاب إيه هل كتاب حتى لا يتركه إلى وسنك قتقين أبتر من الدبقون كتاب محوها قيب أتكقى وتقيبنا أذن محوها أذن لمين شيخ أذو حققى وحنا أتكقى أذنين سيؤدع أو قف أبتر محوها عرب قون أذن قف قنغنين وإنه شيخ دائمه كتابنا دائم ساس أيوليه وعلى فن فنين وإنه دائمة حتى لا يشتغل إلى ما أتكرى مشغولين بفن آخر فن كرى قبل أن يتقر إنتو سنسوين الأول كان هرويا. لذلك وحالي هذا وفي ترادف العلوم المنع جاء وبيد يروع عجائبا وفي ترادف العلوم المنع جاء إن توأمان استبقى لن يخرج. وفي ترادف العلوم علومته أوليس كحريري أوليس دبقلي أما با هل مرمحوها لصور ياعيو إلا برتنا لقى الشقيو المنع ديد ما أيا جاي مدويان جاء إن عيونتي يؤدن هل مر إن الله وذا قاتو أما هل مر لو ذا الدريري أما هل ور لو ذا حفظيو إن لو طلا بقاضو ديد ما أيا إما دويان ديد ما داس هنقوتو طريقة دي لو مر لهنقوتو أما با قفك إنو قاتبه سور قلو إذا كو وحوتو سالوس وقت مركا ناظمك إن تو أماني لبا من تانا استبقى هدي أي صوت ترتمان ومدول بأنه صبح أي محوها إنتي مدحيه سوق بتانك دماء مدول بأير هذا وان صبحي
لن يخرج صوما بحكران لا بعنا جوا متارا وين سوى كله الريان أو ميت أنتم صباحا كدي ملك كان كله صباحا لكن هذه الله ودي ماذا حوض إساس بس سهرني أي والله يا وين دشان وين الوسمة عملية قيصرية وين أوبريشن الوسمة يا مويا لين صباحان صور قلنا إن قلنا أبدا تاي مركا دي هذا علوم تزجرب يا عيسى مركا وتهلمر حديث إيه تفسير إيه فقه أصول فقه إيه فرائض وما إلى ذلك علوم تي أبدا هالمرأة ساوقشو هول أكو تالا وين هول أي أكو تالا نعم طيب ها هي وعلى بلد مجال قف كوائن محوها لازمه وتكسك ناضه كسك كنا صبره حتى لا ينتقل إلى ما أسنقو قرين إلى بلد آخر مجالك قبل غير من غير ضرورة نبقى أيضا لهن مجال العلم كويس طوحت كبر نيسا فالمجال لو كير دالتك لن آذيه تو كير دالتنا آذيه هذين ماشى أيضا إلى ما علمي كهليسه ضرورك بحسن أين جرين كسقنا ويان فإن ذلك أرنك أصير كله الأمانتي يفرق الأمور الرماها أيوك للتكسية ويشغل الغلبة قلبي كان هو مشغولية ومحوها كتاب كان أبوت شيخ كان أبوت مقالة كان أبوت وقتي كان أبوت وهكذا فني كان أبوت فني يعني قلبي هذا هو مشغولني أرنت هذا وكرة توريا ويان شذر مذر أيوك هذه جاية ويضيع وحوض ضيعة الأوقات وقتي هذا هو ضيعة ويان ويؤذي وحوض نبا أرنك إسقى المعلم قفك معلنك أرضي كمان توالكن كوجا بري محلو شيء جارسة بري ذي محلو شيء جسيلو بري كذا مدار وجوجا وهكذا معلمين تحته ودبيا سيدوك لو حاول ويفسد المتعلم قفك معلم كأنا وحكف هذين يا في عاجل أمره وأجله يعني مستقبل كيسة كيسة لو إيه كيسة دم أبو بابية سوق بابينا يا مستقبل كيسة لو فني كان كبوت كان كلو بوت وهكذا ملل باكل يعمل كذا ملل أي كل يعي أو حاول ودال يا قفك علمي رمي نسك راح بحرية با أما با مركي آد مدة لباتن سنة صوت سنة علمي يا كل حجر أنت وحكي كلبوت أنت كلبوت كلبوت وحنقول يعرف كل شيء ولا يعرف شيئا قف وحول بني قان وحبنا نقولين وحول مركز سوق الها ومسألة وكل كميلة يا لكن وح أصل له وتكين طلاقة أما تكدوا له ملهن وحول بنوي قنا يعرف كل شيء ولا يعرف شيئا فني كاستمر كيف سول فقه لسواق هذا دورك وكير باو سلوح بقول لسه بودي حديث وحبو كلسه بودي تفسير وحبو كلسه بودي اللغة العربية نحو ذي وحبو كلسه بودي لكن مت السجن أو ما أنت الله هبل فني قاسل لو هذه لما هلاك كدي منو حكودي تشويش وحلي ران علمي جيس وحنقنا علمي أدنى شك مركل إير هذا سوسا ما أهين لير هذا شك يا جلي مسألة وشيء مركو شيء شخص مسألة ما الفلان ساس ما أهين هوا الله جي يا با ساس مركو ولي جيس وحكودي يا مرك علم أن اسكم وهلها المرد أو شك أن كل سنة أيون قنايا أرنت أنا وحكينا قفك إنه زن فني سجن أي كيني سوي مرك قرك إنه كتاب كان سجى فني كان سجى شيخ علمي جي سرارة مركو كبر وكدمنا وفني كلاقي محوها كتاب كلاقي الشيخ كلاقي أجورة مجال ديس مرك علمي يلي وحمبارة كدمنا ومجال كلا علمي جسجى أوسن أولين علم كان أنا أولين ويل مجال أنا أولين ويل وآدو مركز كدمنا ثبات هي علم مؤصل له رزينة أي إلهي سيني سبحانه وتعالى محي الأسباب توقاتي وينبغي حاهب أن يصبر إنه كالصبرة وتكقوست عما تريد وحي أيدونيس نفسه نفتيس إيوه هواه هوذيس وحي جعيشه ونفتيس أي أما منتهي إنه نفتيس كقبتت كإلالي كعلي ويب قال الشاعر ننقب يا أيا وحيري إن الهوى لهو الهوان بعينه وسريع كل هوى سريع هواني إن الهوى لهو الهوان بعينه وسريع كل هوى صريع هوان إن الهوى النفط وحي أي جعشها ويمحوها تتوق إليها لهو إساق أمبا الهوان دلئة بعينه ولبد دلئة نفط ركيس ويان عينه إيو وحاويان نفسه إيو وسيدي وكله يعني دلئة دي أضربته والنفط روحي أي جعشه وضبقش ويان ساسا يقول ليه كو وصريع كل هوى هوكست إي النفط وحي أي جعشها قفك أي لقدنا صريع هوان دل قفوا لك دويان هذه مربع أي النفط هذا وحي يجعشها أي كل لقدان ويأيضا محوها يقول يحرق قرتك وسلان معنى ذلك وحويان دل يوضن أي كل لقدان وكاعت كذا قرت محوها قرت هذا هذا دي بتيويان مرك لذلك النفط هذا وين قفك نفتي سكاعت كذا آيات قرآن كحي هيد ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قفك نفتي سدوها وذا وحي أي جعشها وكربه وحاويان
جنة أي إله سبحانه وتعالى وكذا دقيا سيدا وكلا قف كنفتي سويح عيبا يجعشي ما أنتوا حليب نيو سوى وريك تذي وصعبها سكس صيرة ما يكعل نفتي أنت أي جزء قرآن آخري أما بك كتاب كان هل مر دول مر هي وحوك يرمحوها ونيو ما ما أنت وح فلان سوى قلت ما أنت نفتك قوته كتاب كسوى قده وما إلى ذلك ما في عن بعض مرك جاريسا ونفتي رتك أتكانيسا ويصبر قف كطالب علم وكسبر يا على المحني مصائب تأيو والبليات بلوينك كل عايو كسبري حنون نقضينا إيدي بات كلام نقطينه قيل وحاليري خزائن المعيدين قرن المين المعيدين قرن مسمونا مين أنصوبة خزائن المينن أذنك يا صحن تينا يا صحن ويان خزائن المينن نعموينك هي فضائشة ميلها بنجية ضوضاء منن جمع منة وفضل ديري يوناك إلهك سبحانه وتعالى خزائن المينن فضليالك هي سيسميالك الله سبحانه وتعالى بنجية ضوضة هي على قناطر المحن بندوينك مصائبت أيدو سارين بنجية ذا فضلك يا إلا سرمرة علم بضائن لهلا إن وناق لقارة إن جمع الله هلا قفك إن هذا الشيء قف البور ربصمة انتهي لن وصندوقية ذا حقي سارين إيا محوة بنجية ذا أيضا إيا خزنة ذا أيضا وحي سارين بندوينك محنت عليسية إيا لباتوينك إي سارين مرك هالكاس بندوينك لباتوينك مرك أتك تتكو سبرتو أي رب سبحانه وتعالى من محوة من أنت إيا فضائشي أي الله يكوه بينا يكسينا سبحانه وتعالى ساس إيا لي لهذا ويان وياه وأنشدت وحليت ريي تح أهم وياني وقيل وحالي ري ما هيدين قرن يا ولقد أنشدت ميا وحوا ويا واسكمتن ولقد حقيقة أنشدت وحليت ريي وقيل وحالي ري إنه قبل إسقى إيه محوها نشيدة أيضا لعلمنا بطالب أي أسكال ما هيدين قرن كرم الله وجهه صيد من قرن وأنا كسر صعون محالي أورك إذا أنشقني كرم الله وجهه لجميع السحابة وإذا خص به علي فشعار للرافضة ساسو أن سوشيك نويا لكن كلمة أمام أبيادا سوص عطا وحا إسكاله سيد مشهورك أبي عبد الله الشافعي محمد النديس الشافعي إمام الشافعي يا الله يقانو إسكاله ويا وأنشدت وقيل إنه لعلمنا بطالب بل هو لي أبي عبد الله محمد ابن ندريس الشافعي عليه رحمة الله أيا وحوليه ألا لا تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن مجموعها ببيان ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان نعم ألا هو ياي تنبيه لا تنال مجارس العلم علم مجارس إلا بستة لح شيء إن لغاه لموين علمي قجبك مسينا يسيد مجارس دويان من هي ليسيد سأنبيك وانكوشيك عن مجموعها أيضا أرورسا ببيان عظيم وانكوشيك تنكو بعد ذكاء ومسكح عقلي الحمد لله رب العالمين إله هو نود سيد ما أنتن نم والبا ولا بد الجبي الحمد لله رب العالمين وفضل من الله عظيم ذكاء إيوه وحرص دذال هذا هالكاج وحويا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب إن هذا انتظار ما أنا هالكام فني أنا عالم إسكن قنيا ما يا وإن دذال قاهرة أديت أتكلم حويا كذا أويا إيه هردلان يكون قد عضم واستبار الصبر علمي قال والصبر أو مدة دير لسيه إيوه بلغة قفك إنه هايسته وحكم الجارو أو من عيش ويقفك التعلق هاي أرض هدوية هاي حرو هدوية هاي التعلق حل هجري حرو هي حرف جربة تعلق الآن مجهوجان إنكوا حرو وغريب ما قال أنا يميت شقها هدوك الله هذا علم وايش دين سيد غالبك هدوبة حر محوها هاي حر مراد يكون اللي هجري وهذا رجع هذا أبض سيد لو بدنا إسكن نقطه أما ما أنت معلنها إسكن نقطه ومحوها من الدكان كوا كسوير شقي استعمل مالير كسوير حماشية بينك وسوا كوا رجع وحالي حر مرادي أيالي لكوا أيجا هرمرودي أيالي رداء أيجا وحويان علم جودة وعجائبتي سميرة مدنا ركوع عضنا يا لكن رجع أقوى علم أو من الصباح ومساء وليلة ونهارا مسهلا لذلك الإمام الشافعي وحده هجري عليه رحمة الله لو كلفت بشراء بصلة لما أفلحت هدي هالبصلة إن أن سوقها أو حافظ أكينا الدش اللي سار لها ولقي علم مقبرتين أيولي يعني وحي مشغولية يعني هدي أي قبل الله هاي علم مقبرتين مرك لذلك قفك إنه زادك عد محوها بشهرة ولا قبل مارمان وإرشاد أستاذ يقف وحويا الشيخ هو معلن هنون انتيس هي تسالين تيس انت مر علمك انت اللي قوشيك معلن قوشيك وحكبك كنجر كمهيمسا ما عقيدة إن اللي قلت المام
هدوادرتين جوانا السكرتة يروح لمدك ميلو حاجر دتك يقان الدكان هذا يحيا بي يبيه ميل بسال لوفري كديمنا ترك بالله سين سما دركين وما بحنا إن مقص إيوه سكين يلقو جرا معاقد ماشي أي كبن تمايس يقرنا يا علمي قرا معاقد ديس أرض يجي إن لطيل بملاك مرموا حلا جيا ميلو ثمان سنة كمر لها هذا معلن الشيخ لجوا إن شام بلاد إنه كمر على جيابه ومعاقد إن ماشي أي علمي قصاص وفر من لها الله محوها الله وضطوسه مركو إرشاد أستاذ أستاذ مركو قتل ما علمي قال كجل أنت كفضت هاي هل كجل وما إلى ذلك كتابك قبل لو أنت يلو هدي أتكاه شو أنت كروات كمار مكرتك كبوت وهكذا وينه هلويان تنكله وطول زمان هي زبن دير علمي مدة إلا سيوا وحاول هالمروح كويس ودوحة ما علمي وعملية تراكمية ويان ما أنت قيب بريد ما قيب بريك دم قيب وهكذا صارت وذي سويان لذلك علمي وحال إرادة سدح شيء سدح شيء علمي إن الله هلو على مرمان سدح ذا محيهن وحاله وحال الله يقنا آلة العلم علمي آلة ديس وحال بسؤالة أم بهنا هتقف قولي قال ديسا أما بمحاول مشت ديسا ما أنت عباني آلة وكلس آلة وكلس وباهنية قف وحدوبة هدو عباني آلة وحكو دوبة يباهنية وهكذا مرك آلة قف سفر قال وإنه آلة وكل سفرة أما ديارتها نقطة بابورها نقطة بابدونها نقطة إنه هلويان أما هو بيجي بيجي إياه محوها معتذر امتحان كان نقط وحين نقطة من نقط وينه ألد وكسفر لهيرو علمي أنا سدح على لقب مرمان وين ألد هذا مركب قبصة جيبك الوريد ألد كوبات شيخ فتح شيخ فتح شيخ أوفرد بدناء وحفر يا معاقد إيمالي كنتنا أي فك 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 وسينيا شيخ فتح طلب أنا وحويان وكتب صحة كتب صحة أو كتبه محو إلى البلاء يكبر حذاء أو محو ضعيف في موضوع إيو ده محوها أقانته أين التوسنين أي بيجين أما أي قرآن وأين قف كفر هذا كتب صحيح كتب صحيح وحوي القرآن الكريم كسرها كهلن حديثنا وأين محو بخاري كمسلم كإيو كل كلامنا لك لقيحة أو حوي كلا كلهوفة كتب صحيح تنسى دحنا ومداومة وإلحاح مداومة وإلحاح قف وأين الدائمه أن كل عليه سد حذاس محوها آلاء يا لو بهني علمي مركه شيخ فتاح اها وكتب صحاح والله ومداومه واحنا سد حدا مركه دي لهله علمي مركه وحا ويان جيبك كو جرا وما اختيار الشريك قفك صاحبك دورشه لا دورته واتي اسو مرني خيبا لو بهني ادابتي كميد قفك كل صاحبه وانا دورته ها هي ها هي ذكاء وحرص واستبار وبلغه وارشاد استاذ وطول زمان وأما اختيار الشريك قفك صاحبك أو علمك صاحبك قلنا قرر دورش هذا دورنا أن يختار وينه دونته دورته المجد متكد ذلك بدن والورع كان حلال مرتك وينه دورته وين ورعنا وحال إلى ذا ترك ما يخشى ضرره في الآخرة عبارة وفضت وتأيد وين ترك ما يخشى ضرره في الآخرة شيء آخرة إنه لباتك كان صدق ولقوا عذابه أما ولقوا اللعيب أما ضم حوار الدرجة الهوس وديك أتكبق يسوي لك فوقات وسكتك ترك ما يخشى ضرره في الآخرة كاس يا ورع لي هذا وين هذا هالنقطة فعل هالنقطة قلب يقول وقبت هالنقطة حق لا يجاب هالنقطة ما اللي حد قد بهالنقطة وحي آخرة إن ما يوح أنكو كان سدان أتكبق يسوي إن بنانك كتاجناته كاس يا لي هذا حال المرض وين إيه ورع مرك فين بقي وحابون أنا اختار إنه دور تقف طالب علمي المجد قف كذلك بدم إيه الورع قفك وحاوي هذا مرتك إيه وصاحب الطبع المستقيم إيه قفك طبيعة توصل له تذكر أكل دوين تذبا محوها قض حسوة تاجنا إيه المتفهمة قفك وحاوي أن تذكر فهمه لنا فهمه ويان قف لفهمك رواينا أدل صاحبته ويفر قفك وإنه كعر الطالب علمك من الكسنة القفك وهسي بدنه هرد بدنه وهسي بدنه وحاوي أن دال بدنه كإنه إسكي عليه إيه المعطل قفك شغلانتا وإنه ملاتك تاجنا إسكجعل إيه المكثار قفك هذا الكبدن دل دلنك ترى قفك هذا المحوها كسيه سنة كيف جو والمفسدة قفك ضط المحوها وحفز هذه ودائما إصلاح عن كشقين إيوه والفتانة ضط كان ضط إسقاطيه وفي النظم محوها كشقيه قفكها كيف جو على أرض جوية قيل وحاليري كلمة أنا أما أبيادا وحاسكله علي بن دين علي بن زياد إنك اللي يسكله وين علي بن زياد يروح ليه عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي فإن كان ذا شر فجنبه سرعة وإن كان ذا خير فقارنه تهتدي عن المرء لا تسأل هويدين عن المرء قفك وهبل سويا هذهن هبل مقف في عنبا مسوا قف عن هذهن أذيك هذه أتقف محوها إن القف أغاتربته هذهن لا تسأل
أنا المرء قفك وحك هويدين أو هذه هبل سويها قفك هويدين واسأل وحد ويديسا عن قرينه قفك الله صاحبك أنت هبل سويها هذه ليه كان يسجد صاحبك إذا أجو أو ويديتك ورئيسا فإن القرين قفك محوها صاحبك يقتدي وحقد إذا بالمقارنة قفك محوها للحريرية أم للحريرية فإن كان ذا شر هذا قفك صاحبك الله قفك وصاحب شر يهي فجنبه كفقه سرعة دقدق وفقه بك بهو دوار ويان وإن كان ذا خير هذا قف أهل خير وناك محوها طاعة الله كبقيتان لو يغنو يهينا فقارينه قفك السقع لحرير وصاحب كدقة تهتدي وثنوني سويا مركي قف كان وفي عني وحنيها فيرن وهذا يكتب إد الله شاهده إد الله صودة إد الله شاكيزه إد أي شيك ولا جيهين كاس المحوى إيك هدي أتك أسرع يدفع عني هينا حاول ينقف كأسرع صاحب كديكو هدوك كاس قف حني هينا كف جويا المحوها يوسم كعدينني وانشدت وحلي قبيي أما ولي تحي لا تسحب الكسلان في حالته لا تسحب الكسلان انت انقد بنت ايبه حديث ابو داود يغيك ايسو سارين او صحيح ما بيغنو صلى الله عليه وسلم ابو هريره وكان نبينا كوري عليه السلام المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل قفك قفك صاحبك زي اسكو دينين قفك صاحبك سدو يوم اسغنا هنايا اي متكين ها ايغو او ها وبسد قفك الله صاحب لنا قنا ويان والصاحب صاحب قفك صاحبك انا وكسو جيديا ويان يحا ايدي قرانك واد غرنيسانو قفك ددك اهل النار كها وي كعلى علي صاحبدي انكارتي كو دحدي او لا صاحبين ويان لا تسحب الكسلان في حالته كم صالح بفساد آخر يفسد عدو البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد لا تسحبها لصاحب طالب علم يو الكسلان قفك وهسك بدن وحويا جلب محوها من عليسك وناك سلامها لكن وناقي أيوك محوها كوهسنية في حالاتي حال ذيسة كل صاحب أو صاحبها كريان حالتك استوها النغطبة أما قنعسي لقل أما وح لبرة أما وحو جد لمر أما وما إلى ذلك أما يعني قفك ذو مربك سلان يهي دورك كمرويان كم صالح متسو بنبضنا بفساد آخر متك لفسادك يفسد اسنك فسادي قف صوبا أو وناك بدن أو نشاط بدن أو ففرعوني بدن أو دادال بدن أو مدمحوها اسكاء بختيي انتو أكفر يسك دمين الله بختيي بدنا ويان ألا فسادي عدو البليد قفك محوها دمينك قاتين تيزا إيه وحاول ينقفك إنه وجد بيع عذر كيسي إلى الجليد قفك محوها نشاطك إيه قوة إيه حزم القوية قانو سريعة ما مدك دك بدن أبدا دك دقيسا نمبا بليد هو دمين هو كسلان هو معنى الله واه ننوى نن محوها شعلة ونبل ساو محوها هو رئيس أو محوها أدو دقال قيمة بدن ودقال بدن مركب وحاول إنه عذر كتاب سيو أبدا دك دك بدن تهويان كالجمري بحوشه كالي أوه يوضع الله جليه أما لا دح جليه في الرمادي ديبت لا دح جليه فيخمدوا كدمنا ودمية لحشي هدي دابل لا جليه ومد الله وكذي وأسكت ما يسومه هدي لكن لحولك لا لدول سارة من جيل لدول سارة وهكذا مركب حولي هاي قف كسلانة وهسداء ولقى هلا صاحبين ساس يوم حواك تلنيا لذلك أخيارتي علمادي رحمهم الله وحي شيء إنه شيء جرين ولقى هلا صاحبين مركب طالب علم قد كجرته ولقى قف كاهو سيو وأديك كذا اللي ذن حاجة فهمك هي حاجة أقونته هكذا يجني صاحب قف كطالب علم أنا لابد وأيده هلا قف صاحبه وكتاب كذا مراجع عيال مذاكرة سمايا ما أنت ذا اللي جوجر رجع أهل العلم جاء إلى اليومنا هذا مشايخ ذا نقار كم تحي سمايا مذاكرة سمايا هذا ننقل إلى الشيخ صالح عسيمي حفظه الله ومشايخ ذا نرجع رنتي وقيمة بدن كم ذا معاقدة علمته ما لها فريال كذا نرجع أتك وجود ذا التأصيل كلوية قام كم ذا أيامكم مجال المدينة إمارة وحول مذاكرة سمايا أنت بريء وجوجر نينك الى شعاد بن حسين القاسم وامام حرم كاسنا لو يقرا حديث النبي عليه الصلاه والسلام تضلص عمرك دروسته ودمه تقريبا 5 ساعه وكبح دروسته مركو كبح كدب تضلص اي وحله بلاويا محله بلاويا 5 ساعه مذاكره بلاويا اي مراجعه الى مركه 8 ساعه ميلها لغارو بعد فجر درس ويمانيا صلاه الليل كي يمحوها ورددي كلنا ودمين مركو حان كلجدا يعني مذاكره وطريقه قفك مركه كما مرمي قف صحبه او حي ودا الكتان كما مرمي هات كما مرمني لكن قفك اسغ وانه نقضه قف معنا له قيمة وإنه نقض ويا قف معنا وإنه نقض وقال عليه الصلاة والسلام نجا نحيل عليه الصلاة والسلام كل مولود قفلك قف كست أولا الله أو دشا يولد وحلو قد الله على الفطرة إسلامي ما دي إيمانك إي خيرك يا لقد الله ويا على شو يدي كلا صباحا فأبواه الله بدي دشي أي يهودانه يهود كديه أو أموي نصرانه نصرانة كديه أو محوان كريستان كديه أو يبجسانه الدبعات كديه ويا الحديث وحديث صحيح النبي قال كسر عليه الصلاة والسلام مركا
sanadkiisu sugan yahay weyn marka qofka xaaladda wanaaga ku jira waxa uu kharibi kara baabka isaga weyn yuqaal waxa lagu yiraa bil xikfi xikmati xikmad waxa lagu yiraa bil farisiyati luqada farisiyada luqada farisiyada ma taqana waa luqada qoliyaha iiraanta ay ku hadlaan qaar waxa kale oo ku hadla dalkan maxuu aha la yiraahdo afghanistan qayb ka mid ah ku hadlaan xataa urduuga isku dhow yahay ilaa pakistan iyo hindidii qaar yaqaan way jiraan marka hal akhriyo qof fasirna u baahanahay af urduug yaqaan min ku jira qof urduug yaqaan aniga leeyahay aqoon u malee urduug qof yaqaan min ku jira ragga tabliiq u bixi jira oo akhyaarti sheekh muusey ha rayista marka wuxuu yiri yaa rabda akhriinta yaa imtixaanahaba yaa rabda بتر بواز بوا محا بوداز ما ربت بحق ذات باك الله الصمد يا ربت ار داتر اسوي جحيم يا رينيكو كيرتا يا بي نعيم الله المستعان يا سوا اخرين قال سفيع ما شاء الله اردو بشو فديانين ما هاي فارسيه معناها مركه محيطه معناها وحويا الثمره السيئه مرها حن تفسير كده وياني هي من الحبه السيئه مرح هذه درجته ابورك لو لا ابوري اي ابور حنها كو قسما دار ان كدارت بذات الله الا الذي تجزن كدارت الطاهر الصمد اللي محوها حاجه له لقص طاهر كظاهر كها الله حسن كو دارتي waxa weeyaan hadii aad marixun aragto abuurka ayaa xumaa kow al amalu sayyi'u amal kahun yasuquka wuxuu ku kaxaya nahwa al jahimi jahima ayu ku kaxaya weeyaan amalu sayyi jahima ayu ku kaxaya wa dhikra al hasana iyam xuna xusuusta amaba sheegitaanka wanaagsana taakhuduka ila al naimi ni'mada allah xaqis ii jannada ayu ku kaxaya weeyaan wa hadal ajiba muwanno imanno tamar kala oo muxuu aha imaamka rahimahullah rahmatan wasi'a ومحوها فارسي ساسو كرنو كيندون وقيل وحالي إن كنت تبغي العلم من أهله أو شاهدا يخبر عن غائب فاعتبر الأرض بأسمائها واعتبر الصاحب بالصاحب إن كنت ديئتها تبغي مد طلب العلم علمك من أهله دتك علمك الوية قال مدك طلبها ديئتها أو أمبا شاهدا مد مرقات فراء ويخبر كورما عن غائب مد مقن كورما ديئتها فاعتبر كعبر قاضو ومحوها كقاضة الأرض الرضا بأسمائها مقعيه هذا والرضا ميل وحالي هذا ميلها قار والله أمانا ميل وميل أنققن ميل وميل قوين ميل وميل قيادة بضن ميل وميل سحراء وما إلى ذلك مقعيه الرضا إلى ذلك كعبر قاضويا مقعص إي مضمونك وإسليهين سيدوك لو أعتبر وحدك وانا قالت الصاحب قفك صاحبك أهنا بالصاحب قفك لصاحبك هذه قف أبدا نسكودي من قف مرتين أدوقاته صاحبك إيقويا لذلك ذاتك أشرارته إلا الله صاحب قف شرفته كقاضيسا أدوني يدين وسيجنيسا فصل كحساس وكل ماضي فصل هذا فصل فصل ويان في تعظيم العلم علم قوينين تلويني فضل قولي هاي أي أيوه أمحو أفصل هاي إيو أهله علم قاضتك حمبارسا اعلم حدوقات طالب علمي بأن طالب العلم قفك طالب علمي لا ينال العلم علمي مقاره ولا ينتفع به كما انتفاع إلا بتعظيم العلم علم قوينيه إيو أهله أهل العلم قوينيه مؤينيه qofka inuu cilmi barta lagama yaaba haduusan wax weyn u arkin dadkii cilmiga laftirkiisa iyo cilmiga cidda xambaarsanayd lagama yaaba inaad ka liibaana weeyaan culimadu waxba lama ahan cilmiga uu rabaa inuu barta kitaabihi iyo muxuu cilmiga waxba lama ahan inuu caalim noqdo rabaa suuragal ma ahan wa tacdiimi ustaadi qofka macalinka inuu weyneeyo iyo tawqiirihi inuu muxuu ahaa karaameeyo uu sharfo weeyaan iyo tacdiimu weyneynta qiila waxaa la yidhi maa wasala muusan gaarin من وصل قفك ميل جاري أو علمي ميل كجاري إلا بالحرمة حرمة هي شرفتان وشرفي وحوي علمي إيه إده حمار سنة وما سقط موسى دعين من دول سقط ضعي وعلمي كد ضعي ومحو علمي ما يكون ضعي إلا بترك الحرمة حرمة إيه والتعظيم وينين تو وينين له علمي إيه إدك حمار سنة ما أين وين وقيل وحالي الحرمة علمي إيه إده حمار سنة أول حرمة أي خير كخير بدن من الحرمة حرمة سيدا بدن يوحيل وحويل لو أركو قيمة لو أركا أي خير كونك بدن من الطاعة قفك الطاعة إن الله إمار ويان محاسوبة ألا ترى مياذا أركينين
أما على يرى ميوسن قفك أركينين أما الإنسان ابن آدنك لا يكفر كما قالوا بالمعصية معصية إن ربك عاصية أود محوها زينة كدعاء ما بمحوها بروا كدعاء ما وما إلى ذلك كما قالوا بي كو وإنما إنك لمان يكفر حقوق كفريا بترك الحربة حرمة إنو كتك أود جحود يديد ما أي الله إمر أما بكتابك قرآنك هتسالهان أي حرمة ديسي إنتو كتك يقولوا كفري سو كو قالوا بي وكو قالوا بي لكن قرآنك مو سن أخرينين كما قالوا بي دنبي وما كسوا قارد تسالهان مركة وحو كلا جدا مركة دينتان تعظيم كذا إيه وينين تذا وحويان ولا جم مرمان قف كدي دينتان تعظيم كذا لجوا ينا إن كربا كود عيسى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب نعم مركة تعظيم كاس إياه أنا لجارين محوها غلوي يحق إلا ربحي هذا قليه وهذا حلا كيسا شيخ هذا محوها كبهيسة لوضقي أما لوجه لوضقي عبي وما إلى ذلك باب كاس غلوي مكت والله يا بيسا امتحان ويان مركة قاربة مركة شيخ سلام ربنا وحكي سو جرجرنا يان مال أدفق غلوة أما هو ركوع راح كده لا إيمان يان نعم لما أقرا وحي الله غلوة لما أقرا لا تطوني كما أدرت النصارى من مريم نبي قال نبي عليه الصلاة والسلام لكن احترامك قيمتي قف كان هب وارد بني فلانية وسائل وما قيمينه وحلو قيمينه لأنه وارث لنبي الله صلى الله عليه وسلم علمي إله سبحانه وتعالى ونبي محمد صلى الله عليه وسلم أي الله محوها قريب كمدة أي أصير كشبة علمي أصير لو قيمينا لذلك علماء ذين وحي هنجرين دتك علماء عاي وما يقول كفر جرين وكان لهم حق في ذلك رجع يجي رجع أحيان يا مركي أبنك محوها شيخ الله يرحمه وأما وعاي أجي يستعدي جنات كفرنت وبالله توفيق مسألة أيضا محوها استا نينك أروح عينا ما أهن شيخ ما أهن إلا شيخ صيغ المدي والمعذر أبا وقرابة أبا واسكو قبيل لكن روح عينا محيين روح عينا أو تحرمين لا يوع علمي سالك سيقود دول جرين كل أي بس حدا ذا يوم حوا هسي حالان ترى باب كلا لكن هو نحن جري جرت وياه رجع قارب مرك هذا ما نساز ساز أكو أبون كو في بوبيا وني ما كعاية كوس رجع إلا جفرة أول كذا وياه نعم وإنما إن كلامان يكفر وحقوق قالوا بترك الحرمة حرمة ما كتجتان كذا ومن تعظيم العلم علم وين انتزا أي كم إذا هاتي تعظيم المعلم وقفك معلم كيسو علم إذا تبرأ إلا وين وين قال علي كرم الله وجهه ويوري رضي الله تعالى وارضاه وين أنا أنيقة عبد من قف أدون كأيامه علمني إبري حرفا حرف إبري واحدا كليئة إن شاء هدود ونباع ويبسدة ويبيا وإن شاء هدود ونعتق ويحرية وإن شاء هدود ونسترق أدون بيقدر كتا ساسا هذا الكاسجا سيد علي أي الله تيريا نسبة دي سي سوكتان كيس باب وحباكو يرجل لكن مهمة دو حيث قف كأني هل حرف إبرة وحاويان أدونا كل أيان وهو ينساس بلو لجدا هذا هو اللي إيبنا إيه واللي قدا إيه باب كذا ماشي مطالويا وقد انشدت وحالي تحي في ذلك أرن كاسجا وحالي وتحي قبل كان سوصو رأيت أحق الحق حق حق المعلمي رأيت أحق الحق حق المعلمي وأوجبه حفظا على كل مسلم لقد حق أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد ألف درهم رأيت وحان أركي أحق الحق حق كانوا حقنا مبضا حق المعلم قفكم معلم حق يسونه يا أيان أركويان وأوجبه كانوا واجب مبضا حفظا إلا دورنا على كل مسلم قفل على الكوص مسلم حي لقفكم هدي معلم فاتحة براء أوسن هيلين مسلاسي وكنت كنايا هبا كياب هدي أوسن معلم دينت براء أوسن هيلين سؤالك عبد الله سبحانه وتعالى هبا كياب ساسويا لقد حق وحببنا قطي أن يهدى له هدية إليه إسجا له هدية كرامة كرامين أوجد له هدية لتعليم حرف واحد حرف هل حرف بريتار أو بري أوجد ألف درهم كن شلن وفي الله إن له هدية أي محوها متأول بلو كرامة له هدية أي متأول ليه طيب فإن من علمك قفك كبرى حرفا حرف أو مما تحتاج إليه حضبها أنت في الدين الدينته فهو أسجا أبوك في الدين أبها دين تويان دين تا يا أبك ويا ويان وكان أستاذنا أستاذ كنا الشيخ كنا وحوا الشيخ الإمام سديد الدين الشيرازي يقول مدي لها يوها قال مشايخنا علماء ذا نجوا حير هذين من أراد قف كدونا أن يكون له إنه أسق هذا أن يكون إنه هذا ابنه ويلكيس عالما أن يكون إنه هذا ابنه ويلكيس عالما عالما وهذا فينبغي وحاهب أن يراعي إنه إلى ليه أود محوه بقى ليه الغرباء كوا كعصب أو مجال هذا أن محوه آت كوا قولين وغرباء وما الفقهاء فقه هذا علماء ويكرمهم أكرامة ساس أيها بويان ويل كذا مرة أنا عالم نقض أدين الله سبحانه وتعالى ملك جارة علماء وليبة محوها مجال هذا كعصب أن تلك يتورت يا قوانت تلك يقول هين
وماشي محوها كل يدن كوا أيها قرب النقو ساس أيو كالجو ذوين ساس أيدي هجرين كو ويكرمهم وكرامين يا ويعظمهم وينين يا ويعطيهم شيء وحبوسين يا فإن لم يكن ابنه ويلكيس دوسا نقوين عالم عالم يكون حوهانا حافظه حافظه حافظ كيس وحاويان عنوغا أي ساق أوق ويهي عالم عالم ونقونا ساس أيدي هجرين ويا فقاس كسو نقلنا يا محاي محاي يا قف كان وغريب وابن السبيل ومسافر علمي الله سبحانه وتعالى وحمبار سنيه كدمنا كرامين تلا كرامين أوقفك وحتري يوينين توينينا هي مجا عيسى اسمحوها ويحفظك وحفظنا لا شك الدعاء إيماني سما دعاء إيماني قف إلهي بأبريا سبحانه وتعالى قف مسافر كان دعاء عيسى ومستجاب سيد صار أرتي ولكو عن كل جذا أنت وحديريا ما دام قفك رؤوك كرامينا علمي كان درتيس إلهي سبحانه وتعالى يسير حقوق كرامينا الجزاء من جنسي العمل كل يبغى حي تجربك وقارن ويان واحد أدلة أي كسر رولنا ما هو ويان هيا بنا التجارب وقار يجرو ومن توقير العلمي علمي جوين أنت أي كم النقطة ألا يمشي أرضك ينزل زعنين أمامه شيخ يسرت ينزل زعن شيخ ينزل هركعين اللهم هدي أوردي إباك أوجر وبابك له أما جدك يحر ربما نينا وبابك له لكن شيخ يسوع سنزعنا شيخ يرسع هذا وأسق قايد والنقطة صح ما هو ويان وكسيد وكله وحيان الله ميدا إنه وحويان وأن لا يجلس مكانه بوس كسر وفريساي إنه سكوب الأرنين ويان ولا يبتدي وإنه سكوب اللابنين كوب اللابن الكلام هذا الك عند وقت إلا بإذنه شيخ هذا اللي إنه محاوا هذا الظلمه أي نصح ما هو ويان ولا يكثر الكلام هذا الكوز كوب عنده وقت إلا بإذنه إنه ويد من موينه ولا يسأله أسم ويدين شيئا شيئا عند ملالته مركو نوغنية ودالنية ودو تجيس إنه أخرسته ومركو دالنية أسم سؤالها محاوا كوب دين أما بكدأ ويان ويراعي وينو إلى لي الوقت وقت يس وينو إلى لي ويان ولا يدق يدق إنه سنصدر عين الباب البابك بل يصبر وصبر حتى يخرج إلى يقصب حويان والحاصل ضدوبك أنه طالبك يرضيك يطلب وحو طلبيا رضاه شيخ يسن ذلك النقض يطلبيا ويجتنب وحسكين لنا يسخطه وحو كقعرونا إلا دوق شيخي وارضي جيس الجعلاء ذلك النقض وحياة بدن ودعوين وحياة بدن بمحوها علم بدن بوكرنيا لكن دوق عروض بن آدم وقفك دي وقرنيسان وننك شيخة وبن آدم ملق ماهن قف دي أدوع رئيسان تهينا دوح بغن أقبته واسكي راني سويا ويمتثل أمره وحوفره وإنه محوها يالو في غير معصية الله تعالى إلهي معصية سبحانهين لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ويان ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق مرك أرضي وإنه ساس إمامك الشيخ محشيخ يسا وساس وحاوية ووجان قادة ويان ومن توقيره شيخ وينين تزاي كمن أهاطي توقير أولاده أولادي سين وينيو إيو من يتعلق به عدة أسقى لحريرته هير كيس يمحو أقرب ديس وما إلى ذلك إنه ويني أتقي مين ويا لذلك وحوي ما بقينا صلى الله عليه وسلم أذكرنا إنسان يعني أبر البر بارني متى نقول بارني ما بدن أن يصل الرجل أهل ودي أبيه دتك وجعلا إن دتك أيها وحريري أي بارني ماذا تنو بارني مبدن واتيو النبي قال عليه الصلاة والسلام هذا رمح سومر نيقفك حرف كبرى وحويا وأب في الدين أب في الدين ما دام هلك زي شبه سوجرو إن دتك لحريري أو قفك كرامي أو محوي ويني أو تقي مايرة أي أن لا شك وحويا بارني ماذي شيخ أي كم تهويا طيب وكان أستاذنا شيخ ما يروحوها شيخ الإسلام برهان الدين صاحب الهداية يحكي متكور رمايوها أن واحدا مت ومن كبار أئمة بخارى مقال ذي إمام البخاري مقال ذي سي إمام يالكي علماء ذي سي علماء ذي هالكاس مد كمد وليب الرقي علماء ذي هو ولي مد آد وينها أيها كان وحوا هذه يجلس مد فريسة مجلس الدرسي مجلسان وكان أيو فريسان أيو ضدك أيو حودي قيا كو وكان وحوا هذه يقوم مد استاقة في خلال الدرسي مركو وحديقة أحيانا مركة أيو استاقة سو الدرس هو أيو أنت كتاب بس كل هذا أيو استاقة يأذ مدسه مغنانية وسألوه حي ويدين عنه حقي ساعة عرنك سايك ويدين ويقول مركز وليه إن ابن أستاذي شيخي قويل كيسا يلعب لعيارا مع السبيان عرور تاسا يلعب لعياريا في السكة جدك يكل لعياريا فإذا رأيته غورتانركا أقوم وأن استاقيا تعظيما وينين أن وينين لأستاذي شيخي ساسو اللي هجري وين كفر انت حاوة حقوة عقو يرجرة تلابي يرغيرة كجرتة عقوة قلوية عقو يرجرة حقيقة صح ماهم سانس ليه كله والله أعلم يعني إن أكرا ما يواسح لكن إذا درسي وملائكة أفدي ذي أدعانو قيرو ملكو عيارة دبود نعم حواكو يرجره يعني موقت مرد كغاد احترامك هذا الرق بلن أي النبي قال عليه السلام ميشيس الافيا لا تطروني كما أدرتنا سلام ابن مريم فقولوا إنما أنا عبد ورسول إنما أنا عبد الله ورسوله ويا مركب بوسكي
الشيخ لو تلقى قف كنا رافينا ساح ماهن ماشي إنه كهز مرينا ساح ماهن ويان والقاضي قف كقاضي الإمام نعم محيدين قرن إيه وقال القاضي محيدين قرن مثل القاضي والقاضي قاضي الإمام إمام كفخر الدين الأر سبندي كان وحواد رئيس أئمة مرو مقال لما مروا اللي ما وراء النهر لنك حلقة جرتي أيو محوها وحكاها عني ماذا أيو مرحوها وكان السلطان سلطانك إيه مرح دل كاسنا يحترمه مد احترام أيوها غاية الاحترام احترام ماشو قدام بيس أيو احترام جري وينين جري ويان قيمة أيو أكتس كجوغي وكان وحواها دي مركي يقول مدير هذا فخر الدين أياده إنما إن كلام أهني وجدت وحنكوها لي في هذا المنصب أو هذا المنصب في ميدين غرم في هذا إنما وجدت وحانه لي هذا المنصب ساس لها منصب كان بحرمة الأستاذ شيخ قيمين تان قيمين أي أنكوها لويان فإني أني كنت وحان أخدم أستاذي شيخي كان أخذ منجري القاضي الإمام أبا يزيد الدبوسي أي أن محوها أخذ منجري وكنت وحانها أخدمه ميت أخذ مي وأطبخ طعامه عندي يروك رنجري ولا أكل منه أحبانا كما عنجر ساس إلهي سبحانه وتعالى مرتبة أنصره إيقارسي أيو لهجري والشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة أي مرة محوها قرح دوضها الحلواني قد كان محوها خرج متكبحي من بخارة مقالة بخارة وسكن في بعض القرى تولوين كقر أياما ما الماء بحادثة أرن أو كسو درستي أو وقعت له ودعضي وحباكو دعي اللد باكو دعضي مركة مقالة تكبحي أي تولوين كتولك متكي وقد زارته تلاميذه أردي دي سرطان ويوضى بوغدين مركو شيخي مقالة وين تكبحي ودميل تولا كوك محوها كو مشغولي اما وحونا يقبسد انا محانوها النقضة امر ريم قال اكود عضي اردي دي اطنو ويبوغدين غير الشيخ الامام القاضي ابي بكر الزر الزر نجي او بكر الزر نجي انت انكاهين كل قد اردي دي ويبوغدين فقال له وحكوي رحينا لقيا ومركو لكل مي شيخي ايا وحكوي ري لماذا لم تزورني محديث وبقون ويدي اردي دي اطنو ويسوا بوغدين محديث وبقون ويدي فقال وحر كنت وحانها مشغولة متكم مشغول سن بخدمة الوالدة هوية خدمة لكم مشغول سنة حقا أنه لي طبعا وهوية وحكوها الرئيم يجر ومي قالوا حيور ترزق العمر إن شاء الله عمر دير أيالو إرزاق عمر دير عمر دير الوسيني ولا ترزق رونق الدرسي إن أدمحوها وحدي قتاني علم قادنا معان إيه وحاويا لا اللي بربرق مية لنا ساسو أذي كويري هذا النوع عزويا هذا النوع عزوي كويري إنه كحنا قال لي يابا وكان وكان كذلك سيدو يري أيا بعد أيو لي مرك فإنه إذا كان وحوها هذه يسكن مدة في أكثر أوقاته زمن نديس أنت هذا بدن في القرى تولوينك قاضي إساسها بر زر زرنجي وحوها تولوينك يدق جري ولم ينتظم له وما تحمن الدرس إنه دتك وحبره وعلم اللقاقاته وما تحمن ويان فمن تأذى قفكو لبسد منه إذا أستاذه معلن كيسا يحرم بركة العلم علم بركة سأيا لقاه وجيا ويان ولا ينتفع به كم انتفع علم قاس إلا قليلا إن بدن مؤينة إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما فاصب لدائك إن جفوت طبيبها واغنع بجهلك إن جفوت معلما إن المعلم قفك معلمك والطبيب قفك اخترك كلاهما اللبضب لا ينصحان قفك أما هقربحان إذا هما أيها لم يكرمها ديئا لكرامين قفك أما هقربحا يا ويان هدير اخترك أسوكش أوتر ورياه ساسا ليها يرختري إينا رخصة كور مسانيس شيخ الشيخ يرخص واذا تلقى شيء كينجر محوها مد جيل لها هاي كشيء كير جيل ليها مركا حير شيخه حد يلي سويل كان انت ويل يا راح نوصل سوق هذا حير ويل كان حد يلي سا بقول يتواني افر ياسين يقو اخر قرانك كامل لا عدد ديس يقو اخري انتو زن جيل الدريرين جيل انت انا اود لاقي قادين يقو اخري ويان وبعد الفجر جيل قال لاقي قاده وتقرا جيل هدود ده ميقاسه لاقي قاده هل صعب الجارسيه انت بدل هل سعدي لي جارسي جيل اسوا ماشي كو بريستي اما وا كو محاجبه ويان مركا انت سو خرا بقول يا 14 ياسين لا دول اخري دي وقت وخي ما فهم سنه قيمه هي ماشي اجوب كدبنا وحير مساسا اسنا وحو اها شيخ ذكيه وحير واي واحد يلي انت ان كدمينا ادي واحد يليسا ويل كرسا او هاي جيلن هل علي ويل كسا او هاي لبد غاروت دوكا ديغن بقع سارين سا او هاي مركا كرو هاي سا انت كدمينا بقول يا 14 ياسين وما فهم سنه وقت ياسين كما يقانب إنه يلا محوها سدًا إنه وقارسينا ومحوها سدًا ومخلص سدًا فأخشينا فأنا بسون ياسي والله لكن فقى قارو خطرت هاي يا قارو حيبرا ين 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 متغنى يا
يا دوا ياسين نون كان حاجه ويا يا ترجعونا بس ين 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 وانتهى هنا الباب كاسي وباب كله أما سودا سودا نقف وقارسي سيد عذينه مركا وحن قال جدا مركا ولادك مركو ولادك عادي وسكيب الله مرك ياسين جيسي تدبر كيسي وسكيب الله ضي مركو برتماه مرة أما كيس شخص ما دمن بقولي أنا مرت لما جت تيكو كيكو وأنا جوي كيكو بس كعميرو قد علي جيل واتقى نادي محوها صر صر كي أوضي أيو محوها برا موت ومريا مركو عن كلا جدا مرك غار حويان ساس إلا يلا أي نقوني سا قفك علمي معني سا نقوني إن المعلم قفك معلم كو الطبيبة محمد اختارك كلاهما لبضما لا ينصحان قفك من نصيحيان أو حاول أمه يربحان إذا هما إياك هديئا لم يكرم على كرامين فاصبر وقت كيسو لدائك حنون كاد وقت كيسو إن جفوت طبيبها حنون كاد قفك كاد وين لهديئة محوها قويسو وتكون محوها أتكاتو حنون كاد وقت كيسو مك أبيكو طالع أتكو دويسو وقنع كوقنع بجهلك جاهل لماذا كوقنع جاهل لماذا إسكيات كيسو إن جفوت معلما معلم هديئة قويسو معلمك حميسنا ساسويان مرك معلمك إن وحاول ينقفك وآديات وكرامية وتكبر هاي ولا جمر من وحكيه وحالج الشجع وحكيه وحالج الصوريي ولا الشجعي أن الخليفة هارون الرشيد رحمه الله خليف كاس ورنتي آديات رجي دولة العباسية رجوا ذا خيارتها كم ذاها رج ما لحد كاها بعث وحود دري ابنه ويل كيسة وحود دري إلى أسمعي أسمعي نك أتقانين وحويان صوت صفية البلبلي هيج قلبي ثملي نكي قصيدة ذات قنان وامتحان كهيد لو تيري ومعروف كه اللغوي كه أي ويل كي سؤد ريسي ومحوها وحبره ليعلمه العلم علم كأنه بره يقول أدب أدب كأنه بره فرآه وحوار كمرك يوما مانين وهارون هارون شيدا أركي يتوضأ ويسق ويسقاذني ويغسل رقى رجله لكتيسه وابن الخليفة خليفة وهارون هارون رشيد ويل كي سنة يصب الماء بياه وكشب على رجله لكت وكشبي واردقي ومعلنكي وكشب بيه لكت أي رقنية فعاتب الخليفة خليفة المسلمين وحو دلعيي أود إذيي ألا اسمعي أيو إذيي في ذلك أرنك إساقع فقال وحوير إنما إنك لما أهني بعدته إليك ويلك وانكو حسو وانكو وصو الدري لتعلمه إن أدو حبرته أو تؤدبه أد أدبسه فلماذا لم تأمره محاد أفري ويدي بأن يصب الماء بها إنه كشبة بأحد يديه لبدي سمحوها قعمود متكمدة إنه بيها كشبة محاد أفري ويدي ويغسل أدق بالأخرى قعمت كان لي رجلك لقطة أدق محاد أفري ويدي ويا يعني خليفة المسلمين ويل كيس أيا وحور ربانينك وحكبرنا إنه كرامة يؤد ولي باللغة أدق أي محوها فريا ويا أرنت أيو كو إيدي مركساس أيو علمي رقاس هراء أكتو ذو كجوغي قيمها كلها ويا ومن تعظيم العلم علم وإن ننسى أيو كمنا هذه تعظيم الكتاب كتاب كل ويني فينبغي وحاهب لطالب العلم قف طالب علمك أن لا يأخذ الكتاب كتابك إنو سنقاذن إلا بطهارة سوى نظيفة وطاهرة موينة قرآن كحاجة كبارك لكن حتى كتب علمك قفك سوى طاهر إنو قاطع أيا حبون ويان واجب وماها معنى ذو حبون وحكية وحالك الشيخ عن الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني أنه قال إنو يري إنما إنك لما هني نلت هذا العلم علمك وحكو قاري بالتعظيم وينين عن علمك وينين فإني أنا ما أخذت الكاغدة كتابها شيء قالوا قاضوا إيه محوها حافظ كيسة إلا بالطهارة الطهارة ما يحكى لكم أنا قادم وأما الشيخ الإمام الشمس الأئمة السرخسي كان محوها مبطونا على وش يا محوها لقى قبتي وشو ما هي وكان محوها يكرر مد وحويان في ليلة هبين مد محوها مراجعة إيوه عشر كينو كنا قصد سمينا أيوها فتوضع وحوه يسقاتي في تلك الليلة هبين كيسقى 17 مرة طوال يتضبجر أيوم حوه يسقاتي لأنه إساق كان وحوه هذه لا يكرر مذانا المحوه عشر كل علنين أو كل نقصنين إلا بطهارة إنه طهارقة ومؤينة هذا كنيت لأن العلم علم هذا لأن العلم علم نور ونور ويان والوضوء ويسدنا نور ونور فيزداد نور العلم نور محوها فيزداد وحكرية نور العلم علم نور كيسة به بالوضوء ويسد يكرية يليه إمامك رحمه الله ومن التعظيم وين أنت الواجب واجبك ألا يمد الرجل ألا يمد وإنه سنتاجن الرجل لغها إلى الكتاب كتابك ومحوها إنه سنلغها وتاجن ويان ويضع ودل سارة كتب التفسير كتبها التفسيرك فوق سائر الكتب كتبه كرا إنه كسر مريه وتفسيرك كتبها محوها وكر مريه وكتابها وكهوس مريه ويان ها هي تعظيما وينين وينين القرآن كالله تفسير كيسا ولا يضع سنسارا
على الكتاب. الكتاب كان شيء آخر، كتاب كان وين وصل عربي كسرن، أو كتاب كان لوز مرين، وكان وحاد أستاذنا شيخ النجا شيخ الإسلام برهان الدين يحكي متشجع عن شيخ عن شيخ شيخ ومن المشايخ كمدة أن فقيها من عالمة أولي بفقه كتخصصي، كان وحاد وضع مثالي المحبرة خبتة أما التوادى أيو حوساري على الكتاب كتاب يدور ساري وين وقالك أي محوان خدت كجرة يدور ساري. فقال له حكير بالفارسية بر واتن دي فارسية دي برنيابي برنيابي صح ما هن أما بهيلي وين ما هبونا أكله. وكان أستاذنا أستاذ كان شيخنا وحوى القاضي الأجل فخر الإسلام المعروف بقاضي خان يقول مدير هذا إلا لم يريد هدوسا ولد ولجد بذلك أنك أصقع الاستخفاف كتابك ينفض ضيسته هي علمي محوى كجري فلا بأس بذلك أنك أدم مرهما وين والأولى لكن سيدا خبون أن يحترز عنه أرنكاس إنه اسكا إلى لي وين. ومن التعظيم وين أنت لو وين أيو كم النقد أن يجود أن يجو أن يجود أنه وناجيو كتابة الكتاب مركز قرال كتابك أتصمين إيزو إن أرحسه ولا يقرمت يقرمت وينو سنخدك يريرينين أما قلق اللعينين أو يترك الحاشية ماشان سرو حاشية دا أنا وكتك إيادون قرنين التي تاسو يقرمت فيها ومرك مرك دنبه وحاويان وحيابي يريركو قرطة إلا عند الضرورة مركا الضروري أرين علوس تما دواقوني لكن ما يلبب بنان وحيابا قارو شرحت كو قرط قفوا إنو بنا يستويان وسن كتاب سكبو حنين. وراء أبو حنيفة أبو حنيفة حاركي كاتبا نيو حقرا يقرمت في الكتابة قرار كفرت اسكدر درا أما وير يرين أيو أركي. فقال له حويري لا تقرمت خطك قرار كذا هير يرين أنه اسكدر درين لأنك أدقا إن عشت ديئا نولاتا تندم واتشاليني وإن تمت وإن مت هديئا دمتنا تشتم لغو عيني يعني وحولجا إذا شخت هديئا دمحوها أد قبودة أو ضعف أو تبردرنا هذا بصرك أرقاقة ندمت واتكشلين على ذلك الفعل معي أوكي الله يدون كان مجريني هذا تبيح ما قرن كرتت سورة قال لك وما هو ويان وحكي وحالق الشيء عن شيخ الإمام محمد مجد الدين السر حكي رحمه الله تعالى رقا رقا وعجم هل وعرب إن تقارت ونادر ويان أنه قال وحيري ما قرمط ما قرمطنا وحي أن يريريني أما أنفرت سكودة درني ندمنا وانكشلين ومن تخمنا ومن تخبنا ويحي أن كدر دورنا علمي كتابها أن علمي قار كسوقت قادمي ونطمان وذقرنا نديمنا وانكشى الله وما لم نقابل ويحي أنا نمحوها أنا للايقين كتابك وكتابك أن قرني كتابيك لو لقصه نقلي أنا لبر محوها لبربر ديقين وانا للا محوها يسحن نديمنا وانكشى الله وين وينبغي وحاهبون أن يكون أين وهذا تقطيع الكتاب كتابك مركي قرال كمركي لك لجزجرة أي ورقة مك لك لجزجري مربع على فرجس إذا هذا ما يكون أيهن وين أساسنا أيها رياها بويان فإنه محيري تقطيع أبي حنيفة رحمه الله تعالى أبو حنيفة يا سيء الجري أفرجس يكذى الجري وهو إسرع أيسر ونا فضيت بدن إلى الرفع وضع الوضع مرك القاضة مرك الرجع والمطالعة مرك الطالع أنا بكتاس يا فضد ويان وينبغي وحابون الله يكون أي نسنا هذين في الكتاب كتابك شيء شيء ومن حمرتي كتابك إن عسان يجدود محوها أنا لوقور أيها بنقرأ الكويان كتابك بمعنى كتابه ويان فإنها أيضا صنيع الفلاسفة تدك فيلسوفية وفلسفة لوي قرن بقن كذا ويان لا صنيع السلفي سلف الصالح بقن كلوي قرن ما أهين أرنتي ذا ويان. ومن مشايخنا علماء ما يوحى كمد من كريه قف عدنا عضي استعمال المركب الأحمر خدك محوها عسانك إن وحلو قرة كونا عيا أبدا عيا جراء يلي هاي رحمه الله. ومن تعظيم العلم علم وين ينسى يكمل هذه تعظيم الشركاء أرضيدا يحرت كل جرت وصاحب رأينا وين يسو ومن يتعلم منه يعدو كبرنا وين يو التملق قفك إنه محوها يسجد جبيو عفوا والتملق يسجبنت قفك إنه اسمع نترنا أما هو ميلا هوز يسودقنا مذموم وارن لمحوها عايي أنفعنا إلا في طلب العلم علم ملك طلب يسموينه فإنه إسجا ينبغي وحابون أن يتملق إنه قفك يسجد جبيه أو يسجد بعيه لأستاذي شيخيسة إيو شركائي رجع معها صاحب ديا ليستفيد منهم بنت أذكر يا معايتاي إنه كفاء ديسته وينبغي وحابون لطالب العلم قف طالب علمك أن يستمع العلم علمك إنه رجيسته والحكمة الحكمة بالتعظيم وينين والحرمة حرمين وكذا جيسته وحوين أن نغضن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوين النغط قال أبو حنيفة وحوين أن النغط وير. وإذا سمع أحدهم مغلى مسألة واحدة وكلمة واحدة كلمة ألف مرة كنجر وإن سمع حابا مغلى مسألة واحدة هالمسألة وكلمة واحدة ألف مرة كلمة هذه أي كنجر لقوس علي حديثك إنما الأعمال بالنيات مركعة بالله بيسياد مغشي خد بدي الشالي يا لوكيني تي أسبوع دم لوكيني درسي يا لوكيني كتاب لوكيني وأنا كل وينة ولقا وأرمغلي وأرمغلي كامس عنيس
قيل وحاري من لم يكن تعظيم قف كوسن أهانين من لم يكن قف كوسن أهانين تعظيم ويني انتيسة أو علم قو ويني بعد ألف مرة كنجر كذب كتعظيم ويني انتيسة وكله في أول مرة مركي وهو الرئيسي فليس بأهل العلم أهل العلم قف كاسماء ويان مرك كلمة ذي علم قاد مغشة كنجر يتنهض عن مغليسة سوه كامدا نقدام ويان هذا علم كتاب علم السنة علم محوها أنتوا أذكت وياي وينبغي وحاهم لطالب العلم قف كأرضيقة الله يختار إنه سندورانين نوع علم نفسه نوع علم علم نوعيس بنفسه نفتيس علم قاد عظيم كل بلا بيزة هذا إذا سندورانين بل يفوض حبا نجيا أمره أرنكيزا إلى الأستاذ الشيخ أيو بنجيا علم قنو دروية فإن الأستاذ إنك شيخة قد حصل له حاو حصلي وهلي وهايستا ويقنا التجارب تجربين هي خبرة غير في ذلك أنك أسقى وعرفوا وحقرت ما ينبغي وحوهبون لكل أحد قف كسوهبون يقرن يوين وما يليق بطبيعته أرضك طبيعتي سوحي وهبون وأسقى محوها سورة قلوها يقرن يوين وكان الشيخ وحوها الإمام الأجل الأستاذ شيخ الإسلام برهان الحق والدين رحمه الله يقول مدير أيوها كان طلبة العلم وحايا هاين في الزمن الأول الزمان كوري في الزمان الأول زمان كوري يفوضون كوبا لك أمورهم أرمه هذا في التعلم وحبر شبه إلى أستاذهم شيخ ذويا وكانوا حيا يصلون كوغارة إلى مقصودهم دمت إليهن ومرادهم مراد كوذوي قاري جرين ويا والآن هذا يختارون إيه يدورنا بأنفسهم وزمن كيسي ويا يختارون حيدورنا بأنفسهم نفتوض يدورنا يعني. فلا يحصلوا مقارا مقصودهم مقصود كذا من العلم والفقه فقه ويان وكان وحوال يحكي مت شيء أيها أن محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله رحمة واسعة كان وحوال هذا بدأ مت بالله بكتاب الصلاة كتاب الصلاة وفقه على محمد بن حسن يكون بالله شيباني يكون الجدة فقال له وحكيري اذهبتك وتعلم برا علم الحديث برا لما رأى وحوال كأوقي أن ذلك أرنك سقى العلم أليقوا إنه أغلمه بطبعه طبيعة ديسه نعم فطلب العلم علم يطلب فصار وحوال فيه علم حديثك مقدما مثل جهر مري على جميع أئمة الحديث لكن محمد بن حسن الشيباني بخاري من السوغارين ما يوا معنى هذا معنى هذا ومركا رواية باب كذا اسكم أدنو وينبغي وحاب لطالب العلم طالب العلم وحاب ألا يجلس إنو سنفريسن قريبا من أستاذي شيخ أكتس إنو سنفريسن عند السبق مركا عشر كالقادرة بغير ضرورة هذه الضرورة عريري أين يجرن بل ينبغي وحابا أن يكون إنه هذا بينه شيخ إيو بين الأستاذ بينه أرضيك إيو وبين الأستاذ شيخ قدر القوسي قانس قدر كيت قانس تقريبا أنت سوك لوا تقريبا ميس كانوا كره وين القف وجر صدا شيخ يسوي رؤسا محوها جلبه أسارن أما بأن عنا أسارن كو أرنك أسوي وين أنت أيوك هبون وينبغي وحابا لطالب العلم أن يحترز إنه إسكال على خلاق الذميمة تلقى نضح حن فإنها أيضا كلاب معنوية وإيالة أوليب معنوية هون موقنين طبيعي حمده وحويان وكلبي ومعنوية أي كلجة دويان طبيعي جوحه في عنها حن وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة ملائكة مكش بيتا قري فيه صورة سور وكجر أو كلب أما يكجر طبيعي حن وحويان وحكوش بهاي إمامك بابك أصد مغليسين وإنما إن كلمهن يتعلم الإنسان إنسان كان وقفه حكبرته بواسطة الملك ملك أي حريري يعني هذا مكي علمي لبرنا ملائكة أي تحف الملائكة يعني تحسن لا هذا لا يبا هذا لا قارو إمام كوشيغا تجوز قار كجر قار كود وحويان أد أدلة وموقع تمان مرك وحي أمبا محوها أن أد أسي ديلك يوسن عدين بس كده سعوين أويان وحي وناقة بدنا وحي أن سومين وقيمة بدنا ولا قادنا كو والإي والأخلاق والأخلاق الذميمة أخلاق دهن حنا تعرف حلوقرتا في كتاب الأخلاق كتاب الأخلاق أن سوشا كتب أخلاق دو لوقرتا وين وكتابنا هذا كتاب كما قال وتعلم وتعلمك لا يحتمل ما هم باركروا وصورة قالوا ما هم بيانها إنه عدي خصوصا قفك ولي بقوني هاي إنه إسكا إلالية عن التكبر كبرك إنه إسكا إلالية ويان قيلة وحاليري العلم علمي قال لبرتو حرب دولان يعول أيو ليه الفتى ويلك اللي يرى المتعالي السرمريو قفك دا دير أو إس السرمريو سنك تاقة قفك أساق علمي قال وحوية هاي الدقال وعذو بوية ويان علمي أساق اسم قادنيان لبقف وعذو يسوع مسرعيان وحم مسلقب سنايا وحم ميل مو دغاريا وما يويان مرك علمي جدكاس وقاضي قفك متكبر كانا ولا يرى انا وقاضي جدك لويان كسيلي داتك او كره بيها داتك او شما حرب سيدي اي دولان او يهن اول او يهن للمكان عالي ميل سرا ميل سرا ان دات كان سوده هذا ميلان بيها مركي روكو يما سوده انو مخو اسك اسك قيبت كره فورسو قلبيا وما يا
ما هذا يميلها زم حوا هوبت كيميلها سو كشوم يو وديالك يو بيدو يو برا هي كشوم يا مرك علمي إنه محوا ساي سوق هذا علمي جرو حق هذا سو هذا هالسوق ده يو كلا جودا إمامك هذا الكوسون نقلية عليه رحمة الله جميعا وقيله وحالي لي مرك إن شاء الله تعالى أنت أنا يكسو كوبينا هذا والله قدر هبين دم بقى يعني بابك أسقى دين دونا بيدنا عز وجل هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على رسوله مصطفى.